بداية شهر 3 بدأت ترد معلومات للاستخبارات العسكرية الأردنية، وكانوا يبلغوننا عنها، يوزعوها هذه المعلومات على الوحدات، واستمرت هذه المعلومات تتصاعد في الحشود العسكرية الإسرائيلية غرب النهر، وكانت حشود عسكرية كبيرة إلى يوم 19/3 لما الاستخبارات العسكرية ودت تقرير معلومات أفادت فيه بأن الهجوم أصبح وشيكا وسردت فيه القوات الإسرائيلية اللي ممكن إنها تهاجم، وكانت قوات كبيرة جدا، وحددت إنه تتوقع أن يكون الهجوم صباح يوم الخميس 21/1. إن القوات المسلحة الأردنية تبنت خطة حتى تستطيع أن تدافع عن نفسها تجاه هذا العدو المتغطرس الذي عمل على قصف المدفعي والقصف بالطائرات لمنطقة الأغوار حتى يمنع المزارعين من أن يزرعوا، حتى يدمر الاقتصاد الأردني. علاوة على ذلك، القوات المسلحة الأردنية قدرت الموقف ودفعت فرقة مشاة يقودها مشهور حديثة باتجاه منطقة التي نعتبر أن سيكون منها خطر على المملكة، وهي منطقة الواقعة من البحر الميت وحتى جسر الأمير محمد. في صبيحة يوم الخميس 21/1 وبالساعة 5:30 أبلغت من قبل قائد لواء حطين المرحوم، وقتها كان عقيد، بهجة المحيسن، وقال لي إنه العدو عبر النهر من جهة جسر الملك حسين وجسر دامية. سبق هذا الهجوم نشاط جوي إسرائيلي مكثف فوق المواقع الأردنية، كانوا يقوموا بطلعات استطلاعية وتصوير، يصوروا وضع القوات الأردنية على الأرض بالطائرات المقاتلة، فكانوا يعرفوا بالضبط يعني انتشار الجيش. كان كما ذكرت أنا لواء حطين استلم المنطقة المقابلة لجسر الأمير، ولواء عالية استلم المنطقة المقابلة لجسر الملك حسين، ولواء القادسية الذي يقود قاسم المعايطة استلم المنطقة المقابلة لجسر الأمير محمد. هكذا كان وضع القوات الأردنية. أما القوات الإسرائيلية فكانت تتألف من لواء المدرع 60 واللواء المدرع 70 واللواء المشاة الآلي 80 ومن كثيبة مظليين 35 ومن سر 4 أسراب طائرات ميراج ومن مجموعة من الطائرات العمودية التي تستطيع أن تحمل كتيبتين مشاة في آن واحد. فهذا الهجوم بدأ بقوات كبيرة جدا وعلى جبهة، يعني إذا ما أخذناها بالمسافة هي تتراوح من 80 إلى 100 كيلومتر، لأنه في هجوم ثانوي كان في جنوب البحر الميت، وبالإضافة إلى أنه حاولوا يدخلوا من جسر دامية من جسر السويمة ما مكناهم، فدخلوا من محورين جسر الملك حسين وجسر دامية يحاولون إقناع الرأي العام
العالمي والإسرائيلي وغيره بأنهم يريدون القضاء على وكر الفدائيين في بلدة الكرامة. وهذا الكلام يعني يتناقض تماما مع حجم القوات اللي حشدوها. ما علاقة بلدة الكرامة في غور الصافي على سبيل المثال؟ ما علاقة بلدة الكرامة في حجم القوات اللي سرد جمعت ودخلت إلى الأراضي الأردنية؟ وفاتني أن أذكر أن يساند الفرقة لواء المدرع 60 بكتيبتين دبابات. كتيبتين دبابات فرزت سرايا إلى كل لواء من الألوية. هذه الألوية فرزت سرية حجاب ومعها فصيل الدبابات. الحجابات على جسر الأمير محمد قاتلت قتال رجولي وقتال أجبر العدو أن يتراجع، حيث بدأ العدو هجومه بقصف مدفعي وقصف من سلاح الجو الساعة 5:30 صباح، حيث ثبتت السرية سرية الحجاب وهو واجبها أن تخبر عن العدو وتشتبك معه اشتباك بسيط وتراجع، ولكنهم قاتلوا وقاتلت معهم فصيلتين دبابات، فصيلة دبابات يقودها سالم الخصاونة، وقاتل قتال نار وحركة ولم يتراجع مثل ما كان مطلوب، وفصيلة قادها المرشح الشخشيخ وقاتل قتال مبتذل جدا، ودمروا هؤلاء الرجال الاثنين بدباباتهم عدد من دبابات العدو وآلياته ومجزرات. كذلك تراجعهم كان تراجع بطيء جدا، مما أجبر العدو الذي كان اتجاهه للكرامة ليلتقي بالمظليين هناك الذي سيأتي ذكرهم بعد قليل، فقاتلوا من 5:30 لغاية 10 صباحا، والعدو لم يستطع يحقق هدفه بأن يتقدم بسرعة حتى أنه يعمل لينك أو بالأحرى تواصل مع قوات المظليين التي أنزلت في الكرم. لكن الله سبحانه وتعالى أعاننا على التصدي لهم وإيقاع خسائر كبيرة في القوات التي عبرت، ولدرجة أنهم طلبوا وقف إطلاق النار عند الساعة 11:30. لكن الأردن وجلالة الملك المرحوم الملك حسين رفض وقف إطلاق النار، وقال لهم بأنه ما دام في هناك جندي إسرائيلي شرق النهر لن يكون وقف إطلاق النار. واستمرت المعركة يماطلون فيها وينقلون خسائرهم حتى حصول الظلام. استمرت المعركة للتاسعة والنصف ليلا حيث انسحبوا، ولأول مرة ينسحبون ويتركون خلفهم آليات مدمرة وجرحى وقتلى بهذا الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه. فهنا بدأت القصة بأنهم فوجئوا، وأظن أنه لم يكونوا يتوقعون هذه ردة الفعل الأردنية التي أوقعت بهم خسائر فادحة. العدو أنزل طائرتين عموديات فيها مظليين على الجبال التي واقعة إلى الشرق من الكرم، لعل وعسى أن يخرج من هناك فدائيين متراجعين حتى يتعاملوا معه. هذه المجموعة تعاملت معها فصيلة مشاة آلية من إحدى الكتائب، وتعاملت معها بالرشات مما أجبرها إنها تنسحب من المنطقة بالكامل. هذا ما كان على هذا المحور. تقدموا حتى وصلوا إلى العارضة. في العارضة كانت هناك مصداد الدبابات يقودها شاب اسمه شهاب أبو ولدي. هذا الرجل دمر الدبابات الأمامية ودمر دبابات الوسط ودمر دبابات الخلف
فبقيت العدو بمكانه، لم يستطع أن يندفع باتجاه الكرامة حتى انتهت المعركة. وطبعا لحقوا خسائر كبيرة وما استطاع أن يحقق الهدف اللي جاي له. والإشارات أن بقية المحاور صار عليها قتال وصار فيها خسائر، لذلك هم تراجعوا للخلف بانسحاب غير منظم، قصفتهم المدفعية الأردنية وأوقعت فيهم خسائر كبيرة، كما إنها منعتهم من أن يجسروا جسرين على معبر الأمير محمد أو جسر الأمير محمد، منعتهم المدفعية أن يقوموا بالتجسير على هذا المعبر. ننتقل إلى محور الملك حسين باتجاه الشونة. دفع العدو ثلاث مجموعات قتال، والثلاث مجموعات قتال دخلت تقريبا بآن واحد، لأن الجسر جسر الملك حسين أنتم عارفينه مجهز ولم يدمر. حاولت سرية الحجاب ومعها فصيل الدبابات أن تؤخر العدو، إلا أن العدو اندفع ووصل بحدود الساعة السابعة إلى الثامنة إلى الشونة. وقبل ما يصل الشونة وجد أنه لم يفلح الناس بالوصول إلى الكرامة، فدفع مجموعة تقدر بكثيبة باتجاه الشمال باتجاه مدينة الكرامة، وأيضا هذه المجموعة لم تصل حيث تعرضت إلى قصف مدفعي وقنص بمدافع 106 على طول محور تقدمها، حتى إنها توقفت والأخير تراجعت كما تراجعت المجموعة على جسر الأمير محمد. بقيت مجموعتين، مجموعة دفعها باتجاه الرامة لما عرف العدو بأنه لم يتم مجموعة القتال التي على جسر الملك عبد الله الأمير عبد الله لم تجتاز، وأن المنطقة أصبحت فاضية وخاف من تعزيزات تأتي، فدفع مجموعة قتال باتجاه الرامة. المعركة الرئيسية والتي كانت في الشونة، استطاع العدو أن يدخل للشونة، وكان في فصيل الدبابات من سرية من سرايا كتيبة الدبابات الثالثة، وهذه الفصيلة اشتبكت، ولكن القوة تقريبا أصيبت كل دباباتها. ولما أصيبت كل دباباتها اندفع مجموعات من الصاعقة الأردنية ومعهم مدافع رخت الأنشر، واستطاعوا أن يدمروا ناقلة ثبت بالأخير أنها قد تكون ناقلة قيادة القوة، حيث وجود فيها أجزاء من أجسام الإنسان، والناقلة بقيت في الأردن وصحبت. الآن جاء دور الكتيبة من لواء 60 التي هي احتياط، وهي كتيبة الدبابات الخمس. قبل هذا المجموعة اللي اندفعت باتجاه الرامة وجدت مقاومة خفيفة وهي داخلة، ولكن عندما أدركت قامت فصائل الدبابات فصائل 106 بالتعامل معها ولحقها خسائر كبيرة، إلا أن الخسائر كملت بهجوم كتيبة الهجوم المعاكس. كتيبة الهجوم المعاكس كانت موجودة في طبابور، وأنا كنت الركن الفني لهذه الكتيبة، وكانت في التجهيز ينعمل روداج الدبابات، لأن كل الوحدات الأردن كانت في التجهيز. الأردن لم يكن محضر حتى يخوض معركة في هذا الوقت، فجاء الأمر بأن تقوم بالاندفاع لتعزيز أو القيام بالهجوم المعاكس المحدود على المحاور القتال وحسب تقدم العدو. فاندفعت مثل السرايا، سرايا يقودها محمود أبو وندي، واتجهت إلى ناعور، ومن ناعور إلى باتجاه جسر الأمير عبد الله. والسرية الثانية ويقودها محمد خليل فراج اندفعت باتجاه بوادي شعيب باتجاه الشونة، وسرية يقودها عواد سعود وضعت كاحتياط لتعزيز
أي مكان لا تتمكن القوات من صد القوات الإسرائيلية فيه، وهذه تموضعت في منطقة يوشع. السرية الثانية من الدبابات الخامسة دفعت فصيلتين الأمام، فصيل باتجاه الشونة وفصيل التف من جبل نبرين الذي هو قريب من المدرسة في الشونة اللي يعرفهم بالشونة. يعني أنا أتوجه إلى الجيل، جيل الحاضر، جيل الشباب، وأيضا للأجيال التي ستأتي بعده، بأن الأوطان تستحق التضحية، ولا أعز ولا أغلى من الوطن، هو أغلى من الأهل ومن القبيلة والعشيرة، لأنه هو الذي يحتضن هؤلاء الناس، يحتضن الأهل ويحتضن القبيلة والعشيرة ويحتضن المدنيين في تحت جناحه.